الإنسان يفعل المحرم ويعصي الله سبحانه وتعالى ويفسد في الأرض، ولكن أعظم الفساد أن يشرع الفساد فيجعل شريعة ودينا. إن الإنسان يرتكب المعاصي كبيرة وصغيرة، يرتكب الموبقات، ولكن أعظم الموبقات أن تجعل تلك الموبقات وتلك المعاصي شريعة أو نظاما أو قانونا. لهذا الله سبحانه وتعالى ما عاقب الأمم السابقة حينما خالفت أمر الله جل وعلا إلا حينما جعلوا فسادهم دينا وعبادة، ولكن لو فسدوا وظنوا أن الفساد الذي يفعلونه ذنب لاقتراف شهوة أو مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لمطمع عاجل، فإن الله عز وجل لا يعاقب تلك الأمم على ذلك. ولهذا عاقب الله عز وجل قوم شعيب حينما أرادوا أن يفصلوا دين الله جل وعلا عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. يقول قوم شعيب لما نهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، يقول قومه له، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني اجعل صلاتك لك واجعل اقتصادنا وتصرفاتنا في أموالنا لنا. قوم لوط لما وقعوا في الفساد والانحراف ما عاقبهم الله عز وجل إلا حينما استحلوا ذلك وجعلوه شريعة وشهوة يفعلونها في ميادينهم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول وتأتون في ناديكم المنكر، يعني أنكم تفعلون ذلك علانية وتتبجحون به، وأن ذلك لا ريب فيه وهو نزوة شيطانية. فإذا تحولت الشهوات إلى شبهات وشرائع ونظم وقوانين وحريات شخصية يفعلها الإنسان ولا يحق لأحد أن ينكر عليه، تحول ذلك من فسق وشهوة ذاتية ونزوة غرسها الله في نفس الإنسان يحتمل معها التوبة إلى شريعة من دون الله سبحانه وتعالى.